إطلاق مبادرة أنا الوطن، مبادرة لإذكاء روح الوطنية في صفوف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وتوعية الجيل الخامس من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بضرورة الانخراط في القضايا الوطنية. هذه المبادرة التحفيزية تسعى إلى إعطاء نفس جديد لروح الوطنية وغرس قيم الانتماء والتشبث بالثوابت لدى كل الفئات وبالأخص لدى الشباب. اليوم الوطن محتاج جميع المغاربة أكثر من أي وقت كان، محتاج مشاركتهم، محتاج وطنيتهم، محتاج الإرادة والعزيمة باش ننميو بهذا البلد. فعلا هناك إكراهات اقتصادية وسياسية واجتماعية لا يمكن إنكارها، إلا أن بدون وطنية، بدون زرع قيم الوطنية داخل المجتمع لا يمكن لهذا التطور أن يتحقق. من هنا جاءت الفكرة المبادرة أنا الوطن. الحقيقة هذه مدة وأنا كنفكر في هذه المبادرة، الهدف وراءها هو زرع قيم المواطنة داخل الوطن وخارجه. مبادرة أنا الوطن للصديق زهير رجاني عضو بحكومة الشباب الموازية، الهدف الأساس ديالها هو أنه يخلق دينامية على المستوى الوطني وعلى خارج الوطن، من أجل أن زرع قيم المواطنة في صفوف الجيل الخامس للجالية المغربية وأيضا داخل صفوف الشباب المغربي. لماذا؟ لأن اليوم هناك إشكاليات كبرى مرتبطة بهذا الوطن، واليوم يجب أن يكون الشباب هو في صلب الاهتمامات ديال السياسة العمومية، لذلك يجب على الجميع أن يشارك من أجل إنجاح وازدهار وتنمية هذا الوطن. جميع المغاربة. مبادرة أنا الوطن التي تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء، والتي تبرز قدرة الجالية المغربية على نشر قيم الوطنية ونقل صورة إيجابية عن منجزات المغرب ومكتسباته وتمثيله أحسن تمثيل على الصعيد الخارجي، كما أتت تأكيدا أيضا على ضرورة جعل الشباب في صلب السياسات العمومية وتعزيز مشاركتهم ومساهمتهم في صنع القرار. شخص الأستاذ والصديق